إذن المعارضة الباكستانية اتهمت حكومة عمران خان بمحاولة تعطيل جلسة البرلمان لسحب الثقة منه بعد أن رفعت الجلسة للمرة الثانية. كان البرلمان الباكستاني قد استأنف جلسته الخاصة بالتصويت على عزل رئيس الوزراء عمران خان بعد قرار المحكمة العليا إبطال حل البرلمان والموافقة على جلسة التصويت لسحب الثقة. وتسعى المعارضة لتنحية خان الذي كان قد دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد قرار الرئيس حل البرلمان، وأوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله، مؤكدا أن خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية، ودعا إلى احتجاجات سلمية غدا الأحد. ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة. ومن إسلام أباد سينضم إلي الآن إياد عبد الرحمن الصالحي الباحث السياسي. تحياتي أستاذ إياد. على ما يبدو أن جلسة البرلمان أيضا لم تتوصل إلى نتيجة، تم تأجيلها ربما لبعد الإفطار في باكستان. فبداية دعني أفهم منك، ما الذي جرى تحديدا في هذه الجلسة؟ في الحقيقة هو يوم طويل في باكستان، يوم برلماني استثنائي طويل لقانون حتى يصوت البرلمان على حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني. لكن منذ الساعة 10:30 صباحا حتى الآن البرلمان الآن هو منعقد، لأنه كان دعوا إلى عقد جلسة برلمانية الآن للتصويت، لكن يبدو أن الحكومة لديها ما زالت لديها بعض الأوراق التي تستخدمها، خاصة أن عمران خان قد صرح أكثر من مرة أنه لاعب كريكت سيلعب حتى آخر كرة في يده. دعنا نفصل الصورة أكثر أستاذ إياد لنفهم ما الذي يجري هناك. يعني المعارضة لديها 177 صوتا وتحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة. يعني عندها الغالبية لتحصل على ما تريد خلال هذه الجلسة، فكيف يتم؟ ما هي الأوراق التي تتحدث عنها؟ الأوراق التي تتحدث عنها هنا الآن، نحن تكلمنا أنه لديها 177 صوت، لكن أيضا عمران خان حتى الآن نقصت عدد أعضائه في البرلمان أو انشقوا عنه، فمعه فقط 155 صوت هذا الموجود لحد الآن. في حسب قرار المحكمة أنه باطل التصويت على يعني ألغوا بالأصح ألغوا مسألة كل قرارات نائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم سوري وما تبعها من قرارات. الآن التي يمتلك مثلا الحكومة الباكستانية ممكن تلعب هي على عامل الوقت أولا، تلعب ثانيا على ربما تقديم الاستقالة مثلا هي وجميع مثلا الأعضاء الموجودين في البرلمان. لكن في هذه الحالة يعني سيبقى هناك أيضا خلاف، إذا في حال أنها قدموا كل أعضاء الحكومة الموجودين في البرلمان استقالاتهم، هل سيتتم مثلا الدعوة لانتخابات مبكرة أم لا؟ كل المؤشرات أو بعض المؤشرات وما يراه بعض المحللين أن هناك البحث عن يعني مصالحة وطنية. أوكي، المحكمة أصدرت ببطلان قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم سوري وما تلاه من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لكن في نفس الوقت لن تتخذ مثلا أي إجراءات ضدهم، وإنما ستدعو إلى مصالحة ربما وطنية أي انتخابات مبكرة. الانتخابات المبكرة قد ربما تتم في أكتوبر القادم حسب تصريحات اللجنة العليا للانتخابات الباكستانية، لأنها ضمت عدد من المقاعد من مناطق القبائل إلى الحكومة البرلمانية في إقليم خيبر. وبهذه الحالة يبقى عمران خان إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة، أم أنه الحديث عن شهباز شريف ليتولى رئاسة الحكومة هو الذي ستدفع إليه المعارضة؟ بكل الأحوال الحكومة الباكستانية تريد تمنع المعارضة من الوصول إلى أنها تمسك يعني مثلا تفوز في ما تسعى إليه وهو حجب الثقة عن رئيس الوزراء. في حال إن فازت طبعا ستمسك المعارضة، لكن ما يحدث الآن هو مماطلة الحكومة، أو بمعنى آخر
نحن نقف أمام رجل نستطيع نقول أن لديه خطاب تأثيري أو شعبوي مثلا كبير على الساحة الباكستانية، بكل شوية يطلع ويصرح مثلا سألقي خطابا للأمة، سأعمل مثلا غدا مثلا سأدعو الشباب للنزول إلى الساحة وما شابه. لديه قاعدة شعبية، استطعنا القول من ناحية تعبئة الجماهير. هو خلق في الأول والأخير خلق مسألة من إذا استطعنا أن نقول مثلا الحالة العمرانية مثلا مستقبلا لعمران خان، يعني مثلا نستطيع إذا قلنا مستقبلا رجل يقول أنا أناهض الغرب، أناهض كذا، أناهض التدخل الأجنبي. هذه المسألة هذا يعني نعود إلى أصل المشكلة معك يا أستاذ إياد. يعني عمران خان يقول إنه ما يجري الآن هو مؤامرة أجنبية للإطاحة به نظرا لمواقفه وكذا وكذا. المعارضة تلوم عليه الإخفاق الاقتصادي، الفشل في محاربة الفساد وكل هذه الملفات التي وعد بها عمران خان، وعلى ما يبدو النتائج يعني لم تكن، ليس باهرة، لم تكن أساسا. فأين الحقيقة بين الطرفين؟ ما الذي يجري تحديدا؟ نعم، الحقيقة صح، المعارضة لديها أيضا بعض الحق. مثلا عندما مثلا نرى غلاء المعيشة، وهي هذا الذي لعبت عليه، غلاء المعيشة ارتفع بشكل كبير في باكستان، من ناحية مثلا التطور مثلا العمراني أو مثلا أو نستطيع نقول تطور الدولة الباكستانية كما كان مثلا في عهد نواز شريف أو ما شابه لا يوجد. لكن في نفس الوقت هو إنسان لديه، هو حسب الرئيس الوزراء 19 لحد الآن في باكستان، الذي لم يكمل حتى اللحظة، هو مكمل فترته، لكن كل رؤساء وزراء باكستان حتى اللحظة ما فيش واحد منهم أكمل فترته الرئاسية لمدة أول 5 سنوات كاملة. هناك تطور في مسألة تجييش الجماهير من قبله، محبة الناس له. طيب، صح، موجودة هذه. وسريعا من فضلك، الوقت يعني ضاق علينا. الشيخ هنا الذي كان يعني على توافق مع عمران خان ولكن يبدو أن العلاقة ساءت، ما موقفه؟ الجيش قال أنه طالما أن المؤسسات الدستورية والقانونية والسياسية هي اللاعبة، فهو حسب تصريحه قال أنا بعيد عن هذه المواضيع تماما، يعني نحن بعيدين عن المواضيع. هذا طبعا ما يقال أو ما يصرح بالجيش أنه بعيد عن الخلافات طالما أن اللاعبين لم يضروا بالمصلحة العليا للبلد، لأنه هذه عادة الأشياء تجري في باكستان في أكثر مرة. بس لكن لأول مرة في تاريخ باكستان يعرض مسألة قانون حجب الثقة عن رئيس وزراء، ولأول مرة في باكستان يتم حل الحكومة والبرلمان وما شابه. هي إجراءات دستورية جديدة، هذا الذي شغل المحكمة أيضا لمدة 5 أيام متتابعة بلياليها تقريبا للفصل في هذا هذا الأمر. أما الجيش قال فأنا بعيد عن هذا الصراعات أو الخلافات طالما أنها لا تمس بالأمر، يعني أمن الدولة. شكرا جزيلا لك. من إسلام أباد عبد الرحمن الصالحي، الباحث السياسي.